سنة 2014 غيرت أوكرانيا بشكل جذري، وأظهرت العمليات العسكرية في شرق البلاد شجاعة الشعب الأوكراني. الأبطال في كل يوم يخطون بدمائهم سطوراً في تاريخ أوكرانيا كي يحموا السلام ويصونوا استقلال البلاد. قصة بعاث وإعادة تشكيل القوات المسلحة الأوكرانية وإنجازاتها في هذا البرنامج أرض المعركة. الطيران في الفضاءات المفتوحة وخوض الأجواء بسرعة تفوق سرعة الضوء، رؤية الأرض من الارتفاعات الشاهقة والإحساس بسرعة وديناميكية الطيران، هذا ما يشعرون به وحدهم المدافعون عن سماء الوطن في حلقة اليوم من برنامج أرض المعركة. دوي المحركات الصاخب، يليه إقلاع المقاتل التي لا يمكنك إلا متابعتها بنظرك. بعد ثوان قليلة من التسارع على المدرج تتركه مرتفعة في السماء. يبدو هذا للبعض أمراً بعيد المنال، وللآخرين فرصة لتحقيق حلمهم بأن يصبحوا طيارين يحلقون في السماء. أريد أن أدافع عن بلدي قبل كل شيء وأن أطير في السماء. جمعت بين هذين الحلمين وصرت طياراً عسكرياً. عندما تطير في السماء على ارتفاع 4000 أو 5000 متر بين الغيوم وتنظر إلى كل شيء من الأعلى، هذا رومانسي ومثير حقا. عند اختيار هذه المهنة يجب رؤية الأمور بنظرة واقعية لتصور الخدمات المستقبلية، ولكي يصبح المرء طيارا حقيقيا قادرا على تنفيذ المناورات البهلوانية عليه أن يدرس لسنوات عديدة وأن يقضي مئات الساعات من الطيران، ولكن قبل ذلك عليه الحصول على قبول المدرسة التي تعد طياري المستقبل. Не каждый может быть один на один с небом, не каждый может выполнять полет. قيادة الطائرة ليست أمرا سهلا أو متاحا دون عناء، فالمناهج كثيرة والفروق شاسعة بين أداء وآخر. والاختيار 30 طالبا للسنة الأولى، نمتحن ونختبر ما يقرب من 600 شخص، نتبع معايير صارمة في أمور الصحة البدنية والنفسية وننحو وفق أفضلها، ومهنة الطيران تتطلب إجراء مثل هذه الاختبارات. يجرب آلاف الراغبين حظهم كل سنة من خلال التقدم إلى جامعة خاركيف الوطنية للقوات الجوية الحامل الاسم إيفان كوردوب، وهذا الرقم يتحدث عن نفسه. ارتقت الجامعة كثيراً، واليوم نحن ندرس المتخصصين العسكريين والمدنيين في 6 مجالات معرفية وفي 25 تخصصاً، وبطبيعة الحال المهمة والتركيز الرئيس هم على تدريب المتخصصين العسكريين. نقوم بالعملية التعليمية في 6 كليات بما فيها كلية الرقباء العسكرية، وبالإضافة إلى ذلك نوفر العملية التعليمية في 38 مركزاً تدريبياً منفصلاً تابعاً للجامعة و203 وحدات. ولكن ليس كل من حلم بالسماء يمكنه أن يصبح طياراً. للوصول إلى صفوف الطيران العسكري يجب على التلميذ التمتع بصحة جيدة وبمستوى ذكاء عال وبصفات قيادية. على طيار المستقبل معرفة جميع العلوم كالرياضيات والفيزياء، وهي علوم أساسية تقوم عليها جميع التخصصات التي تجعل الطائرات تطير، ومنها علم حركة الهواء وحركة السوائل. وتدرس أيضاً الملاحة القائمة على أسس الرياضيات، وبدونها لا يمكن تصور لا عمل الطيار ولا مساعد الطيار ولا قائد المروحية، وخصوصاً ضابط القيادة العسكرية. يصير الاختيار وفقاً لمعطيات المتقدمين النفسية والفسيولوجية، أي تحدد قدراتهم على تقبل هذه المهمة تبعاً لذلك. بعدها فقط يقوم المدربون الأطباء بما فيهم النفسيون والمعلمون والقادة بتحديد إمكانيات الطيار المستقبلي وخصائصه الفسيولوجية التي تحدد مساره اللاحق في مجال الطيران. Суттєво змінився підхід до підготовки льотних фахівців. Льотний факультет у нас перший в номенклатурі, безумовно. تغير النهج المتبع في إعداد المتخصصين في الطيران بشكل كبير، وكلية الطيران هي في طليعة اهتماماتنا،
وهي من دون شك الأقوى في أداء المهام، لأن هذا تاريخ الدولة وتاريخ الطيران، وليس فقط في منطقتنا في خاركوف بل وفي كل أوكرانيا. وأريد أن أذكر مرة أخرى بأن مدرستنا الموجودة منذ الثلاثينيات هي المؤسسة التعليمية الأساسية التي تقوم عليها جامعتنا الحديثة. تعد كلية الطيران طيارين للطيارات النفاثة والمروحيات، وتعد الملاحين وضباط قيادة المعارك والعمل التربوي من خلال تدريبات خاصة، ثم ترسلهم إلى الوحدات العسكرية. ينفذ الطيارون خلال عملية التعليم أنواعاً مختلفة من التدريبات على الطيران، مثل مناورات التحليق البسيط والمعقد واستخدام الأسلحة القتالية ضد الأهداف الجوية والبرية. وهذا يعني أنك لكي تطير عليك أولاً دراسة المواد النظرية كالتكتيك والاستراتيجيات وفن العمليات، فحلم التلاميذ بالطيران وحده لا يكفي، يجب أولاً تخطي المراحل التعليمية المتعددة. تكون التدريبات الأولية على طائرات بمحركات خفيفة مثل طائرة KAZ وZO في السنتين الأولتين، ولاحقاً على طائرات 93 في السنة الثالثة، وهي طائرة تدريب خفيفة من إنتاج تشيك. ومؤخراً اعتمد في العامين الماضيين تدريب طلاب السنة الخامسة على مقاتلات من طراز ميك-29 وسو-25. أما طلاب المروحيات فينفذون التدريبات على طائرات مي-2 في السنة الأولى وعلى مي-8 لاحقاً في السنة الثالثة والرابعة، وبدءاً من هذه السنة سيبدأون في السنة التعليمية الخامسة بالتدرب على مروحيات مي-28 في الوحدات القتالية. يغادر حوالي 30% من الطلاب الجامعة قبل إنهاء دراستهم لعدم قدرتهم على القيام بتمارين الطيران أو لعدم تخطيهم الفحص الطبي السنوي. أما أولئك الذين يستمرون في تعلم مهنة الطيار العسكري فينتظرون بأحر من الجمر أن يطيروا منفردين، ويقال أن أول طيران سيتذكر مدى الحياة. يقدم الطيار المدرب الذي تطير معه في التحليقات الأولى الشروحات، وأحياناً لا تفهم كل شيء من المرة الأولى، وهذه اللحظات عندما تبدأ بالتحليل هي الأسوأ. خلال أول تحليق كنت متوتراً جداً، ولكنني شعرت بمسؤولية معينة، فأول صعود إلى متن المقاتلة هو بحق مسؤولية كبيرة. المهارة وحدها لا تكفي لكي يحلق الطيار في السماء، حيث يؤمن الرحلة عدة أشخاص، فمثلاً صيانة الطائرات من مسؤوليات قسم الهندسة، وهذا العمل يتطلب الكثير من المسؤولية والدقة والتركيز. الأخطاء المهنية هنا غير مسموحة أبداً، فهي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تصل إلى حد الموت. مهمة سلاح هندسة الطيران هي ضمان التشغيل الآمن للمركبات الطائرة وإعدادها لأداء المهام القتالية في أي وقت ليلاً ونهاراً وفي جميع الظروف الجوية. يقوم الأخصائيون في سلاح هندسة الطيران بإعداد المركبات الطائرة للطيران وكشف الأعطال وإصلاحها. يتوجب على هؤلاء المهنيين إجراء الكثير من العمليات الحسابية، لذا المهارات الرياضية والمنطقية مهمة جدا، ما يوجب على الطلاب درس الكثير من المعلومات. تعد الكلية أيضا أخصائيي خدمات الطيران اللوجستية المعنيين بإعداد المركبات الطائرة، وتحديدا ملء خزانات الطائرات بالوقود المناسب وتهيئة المطارات للاستخدام خلال إعداد المهندسين المستقبليين. تأخذ في عين الاعتبار الخبرة المكتسبة من خلال الاشتراك في عمليات آتو. فرضت العمليات العسكرية في إقليم الدنباس إجراء تعديلات على العمليات التعليمية في جميع جامعات أوكرانيا العسكرية. كل ما حدث في المجتمع على مدى السنوات الثلاث الماضية من أحداث بما فيها بدء العمليات القتالية في شرق بلدنا انعكس بطبيعة الحال على حياة جامعاتنا وعلى العملية التعليمية فيها. يقوم إعداد خبرائنا بشكل أساس على خبرة الاشتراك في عمليات الآتو والاستخدام الحديث للقوات،
ازدادت بشكل كبير حصة الجزء العملي من العمليات التعليمية، فصار المنهاج العملي يشكل 70% منها. كان وجود كثير من أساتذة جامعة خاركوف الوطنية للقوات الجوية في منطقة آتوم مفيداً، حيث أصبحوا يدرسون الخبرات المكتسبة من مشاركتهم في العمليات القتالية مع الطلاب في صفوف الجامعة. شرق أوكرانيا يحتاج بالخصوص إلى اختصاصي الاتصالات في سلاح الجو الأوكراني. تطرح مسألة الاتصالات في حروب اليوم نفسها بشكل حاد، لذا نعد العارفين بالتقنيات الحديثة وأساليب بناء نظم الاتصالات المستخدمة في أحدث نماذج الأسلحة، وهدف جامعتنا وكليتنا إعداد هؤلاء المتخصصين، أولئك الذين سيتعاملون مع الوسائل الحديثة التي ستكون قادرة على مقاومة وسائل التشويش الإلكتروني. تغيرت أمور كثيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية في جامعة خاركوف العسكرية، وأهمها أن الطلاب حصلوا على فرصة ليطيروا أكثر، والممارسة هي من أهم الأمور لطيار المستقبل. كان خريجو عام 2016 أول دفعة من الطيارين الحاملين للماجستير، وفي جعابهم أكثر من 200 ساعة من التحليقات التكتيكية، ولقد أتقنوا بشكل تام تقنية الطيران والملاحة واستخدام أسلحة طائرات التدريب، فضلاً عن المهام التطبيقية الأولية، وانتقلوا إلى وحداتهم بوصفهم طيارين جاهزين لتحسين مهاراتهم استناداً إلى تجارب العالم كله. الطيارون العسكريون هم نخبة الجيوش، وينبغي عليهم معرفة كل خصائص ومميزات جميع أنواع الطائرات العسكرية الموجودة اليوم في الخدمة. الإتقان التام في السيطرة على الطائرة ليس هو العامل الرئيس لنجاح المهمة القتالية، بل مهارة أيضاً والتي تعتمد عليها سلامة وحياة المدنيين. التحكم بهذا النوع من وسائل النقل يتطلب في الحقيقة تنفيذ كثيراً من الحركات التي يجب القيام بها ليس باليدين فقط، بل وبالقدمين اليمنى واليسرى وبشكل تفاضلي وبسرعة، والتركيز الموزع على أجزاء الطائرة المختلفة. مهمة الطيار الأولى حماية الأجواء الأوكرانية وأداء المهام القتالية. يحمي أبطال برنامجنا الدولة الأوكرانية وسيادتها ووحدة أراضيها. الجيش الأوكراني يفعل كل ما بوسعه كي لا يضطر المدنيون لحمل السلاح، ولكي لا تتحول أوكرانيا كلها إلى ساحة حرب. نتمنى لكم السلام، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.